حسين. اهلا وسهلا. جبت المقايسه والرسومات؟ كل حاجه جاهزه. بونسوار يا استاذ حسين. بونسوار يا فندم. الفرصه سعيده قوي. الله، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ايوه، سابق قبل كده تشرفت بمعرفته وعمل فيا جميل مش هنسهله ابدا. العافيه يا مدموزيل. هما فين الممول بتاعك بقى عشان اخلص شغلنا؟ طب طول بالك يا اخي لما تشرف لك كاسين. لا يا عم افتح الله، انا عاوز اخلص شغلي واروح على البيت على طول. يا سلام، قد كده الشغل حلو حتى في ليله زي دي. ما تستغربيش يا مدموزيل سهير، ده طول عمره كده مش بتاع مجالات. يلا بينا يا سيدي نقابل الراجل في المكتب. على اذنك يا مدموزيل. مع السلامه. الواد اللي كنت واقف تتكلم معاه من طائف، يعني في وسطي. فكراني اعمى من الشايف، واقف حضرتك قدامه عمال تقصعي وعمال تصلحي البوبليون بتاعه، وشويه شويه حضرتك ليه بعينيكي. انا اللي انتشلتك من الوحش، انا اللي خدتك من الكباريهات علشان انا لوحدي. يكون في علمك مره ثانيه مفيش عندي غير الذبحه، حضرتك بالرصاص حطك حتت. انت فاهمه؟ لازم تعرفي كويس اني مدحت شكري مش من السهل اللي ضحك عليه. مش ممكن اقعد معاه بعد كده، هو فاكر نفسه اشتراني، ده لو كان جوزي حتى ما سمحلوش اني اعمل المعامله دي، دي بقت عيشها ذل، كل ساعه ضرب وخناق. اتفضل يا فندم وناخد تاكسي تاني. لا 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 ما يصحش. ممكن انت مع حضرتك تكسر وين البيت قريب. بكل سرور. اتفضلي. ايوه يا ست هانم، كان هنا صحيح، لكن ليكي التاكسي ومشي مفيش دقيقة واحدة. كتر خيرك يا عم صالح. لسك تعيش. تعالي مبارك ست هانم. مش قلت لك يا ست هانم تدع الفيلسوف اللي قال يا ما في الحبس ما ظليم. طب يلا يا سعد. هوا مع السلامة. يا ترى الاقي فيها مضايقة لو حضرتك استنيتني نص دقيقة كمان عبال ما اجيب حاجة من فوق وانزل حالا، اصلي رايحة بيت والدتي هنا قريب ومش مسؤولة ان انا هلاقي تاكسي دلوقتي. طيب ارجوك بس ما تاخريش. عندك مانع اوصل حضرتك لغايه فوق؟ ايه في ايه يا استاذ حسين اتفضل. بيتي يا كلب، انا دلوقتي حالا لازم اخلص عليك وعليها واريح الدنيا منكم انتوا الاثنين. خليك عندك، ارمي المسدس. بقولك خليك عندك، انا لازم اقتلك. انت مجنون، ما انتش عارف الحقيقه. انا لازم اقتلك. يا
ازاي ده حصل؟ مش عارف ازاي المسدس انطلق بيني من غير ما احس. طب يلا بينا يا استاذ حسين، هيكون حد سمع صوت الرصاص ويجينا يلاقينا يودينا في داهيه. يلا يا استاذ حسين.